تأهيل وتأسيس، شغف علمي. عبد الرحمن الهدلق أحد طلاب كلية الطب بجامعة شقراء، جسد خلال رحلته العلمية والعملية نموذجاً لطلاب جامعة شقراء بعد قبوله في أصعب تخصصات الطب، تخصص جراحة التجميل والحروق، ليحكي لنا التفاصيل. بالنسبة للأبحاث الطبية، بلا شك للأبحاث الطبية دور هام ورئيسي بالقبول في التخصص الدقيق بعد كلية الطب، سواء تخصص جراحة التجميل أو غيره. أتكلم عن تخصصات كلها بشكل عام، بدءا من المرحلة الأولى للتقديم على التخصصات إلى مرحلة القبول النهائي للقبول في التخصص الدقيق. لما نتكلم عن المرحلة الأولى، فهناك 6 درجات تعطيها الهيئة السعودية لتخصصات صحية لمن يملك أبحاث طبية. يجب أن يكون عندك على الأقل بحث طبي معتمد 1 عند التخرج وأبحاث أخرى. فيما يخص مرحلة التخصص الدقيق، لما أتكلم عن نفسي شخصيا، كان الأبحاث دور مهم جدا بقبولي، ولله الحمد أنا تخرجت من كلية الطب وعندي ما يقارب 6 أو 7 أبحاث. فيما يخص دور كلية الطب، بلا شك يعني لا أنكر دور كلية الطب وجامعة شقراء بشكل عام. الحمد لله يعني كان فيه بعض الأشياء اللي ميزت السيرة الذاتية الخاصة بي مقارنة بالسيرة الذاتية الأخرى. الجامعة مكنتنا في بعض الأمور، صدرتنا في بعض الأماكن، منحتنا ثقة للتحدث، منحتنا ثقة للمشاركة في برامج خارجية. فخرجت لله الحمد يعني من الجامعة بعدد كبير من الشهادات. جراحة التجميل لا أعتبر القبول فيه إنجاز شخصي فحسب، كتخصص تنافسي جدا، لا يقبل إلا تقريبا 7 طلاب على مستوى المملكة من أصل قرابة 3000 خريج. أعتبره إنجاز للجامعة قبل أن يكون إنجاز لعبد الرحمن شخصيا. في وقت تخرجي من كلية الطب كان القبول في تخصص جراحة التجميل بشكل عام شيء عظيم جدا، لكن القبول فيه من أول سنة كان أشبه بالمستحيل. طبعا تخصص جراحة التجميل من التخصصات اللي قد ما تدرس بكلية الطب ويكون للإنسان رؤية عليها بشكل جيد، لأنه تخصص دقيق جدا. لكن في نهاية سنوات كلية الطب قرأت قصة لفتاة صغيرة أصابها حرق في وجهها، وكان هناك تشوه عظيم جدا، بل حتى أنه هذا الحرق أدى إلى بعض المشاكل اللي قد تودي بحياة هذه الفتاة، مثلا ضيق بالتنفس، بدأت الالتصاقات برقبتها وبوجهها وأثرت عليها، فخضعت إلى أكثر من 10 عمليات ترميمية، وكانت النتيجة مبهرة تماما. الأجمل من ذلك، الحياة الفتاة في تلك الفترة فقدت نفسها، أصيبت بالاكتئاب، كانت تفكر بالانتحار، ولكن بعد هذه العمليات الترميمية عادت الحياة لهذه الفتاة من جديد. فشعرت أنه تخصص جراحة التجميل قد يعيد الحياة بالإنسان، ولكن بطريقة أخرى، يمنح في الإنسان البهجة، وأن تمنح البهجة فأن تمنح الحياة. تخصص التجميل قد يكون فيه أشياء تميزه على غيره، أهمها أنه تخصص ذا مسارين، يعني هناك مسار ترميمي ومسار تجميلي. لما أتكلم عن المسار الترميمي، مثلاً عمليات الحروق، عمليات جراحات اليد وكسور اليد، والمسار التجميلي الخاص بعمليات شد الوجه وتجميل الأنف وغيره، فهو يمنحك أنك تعمل في مجالين وبمسارين. الأمر الآخر، التجميل يمتاز بنتائج فورية وجميلة، يعني في كثير من العمليات أنت تسوي العملية اليوم، من بكرة المريض طالع من المستشفى مبسوط ويمنحك السعادة بهذه النتيجة. الأمر الآخر، التجميل تخصص يعني الحالات تتنوع فيه ما بين الحالات المعقدة والشديدة اللي تأخذ 14-15 ساعة بغرفة العمليات أو أكثر، والعمليات اللي تأخذ 30 أو 40 دقيقة فقط بغرفة العمليات. كذلك تخصص جراحة التجميل يعتبر تخصص خام ولازال فيه مجال كبير للإنجاز، وتخصص يعطيك المجال أنك تشتغل بكل مكان في الجسم، أنت تشتغل من الرأس إلى أخمص القدمين، وتشتغل بالجلد إلى العظم. في كثير من الأسئلة تجيني من
من طلاب كلية الطب أنه هل من الممكن أن أقبل في تخصص تنافسي وأنا مثلاً خريج كلية ناشئة ونافس طلاب من كليات لها 40-50 سنة تقريباً، أو الكليات اللي خرجت أول دفعة أطباء بالمملكة؟ الإجابة ببساطة كل شيء ممكن ما دام الإنسان يمتلك الهمة والعزيمة والإصرار للوصول لهدفه، فبإذن الله راح يحقق مبتغاه. لا تحتقر نفسك أبداً، دائماً أقول ما في شيء ينقصك عن غيرك. إحنا على وقت الامتياز شفنا اختلطنا بزملائنا الطلاب من مختلف الجامعات، ما في شيء يفرقنا عن غيرنا. اللي يفرق فقط صاحب الهمة والعزيمة حيصل لمبتغاه. أما الشخص اللي يحتقر نفسه ويشكك بقدراته قطعاً ما راح يصل للهدف.